حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي. فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل غريب يا مظلوم. كربلاء لما انسى زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا مسجورة القلب. إلا إن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا. تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا الموالي والنصير فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتامانا. إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا. ندعو فلا أحد يصبو لدعوتنا
وإن شكونا فلا يصغى لشكوانا وتنثني تارة تدعو مشايخا من شيبة الحمد أشياخا وشبانا يقوم غضابا من الأجداث وانتدبوا واستنقذوا من يد البلوى بقايانا ويل الفرات أباد الله غامره ورد وارده بالرغم لهفانا لم يطفي حر غليل الصبط بارده حتى قضى في سبيل الله عطشانا لم يذبح الكبش حتى يروى من ظمين ويذبح ابن رسول الله ظمآنا السماء لهذا الحادث انفطري فما القيامة أدهى للورى يا شانا يا أنا زينب أنا زينب اللي يحجون عني سلنت المصايب ما انسي لني شقولا لو ان واحد نشدني انا تمرمرت من صغر سني والله يا أنا تمرمرت من زغايا يا رسني أنا منين جتني كربلا منين لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني منبكي وتهمل العين والله يا وتبقى عبرتي بصدري يا تكسر لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولباس التقوى ذلك خير آمنا بالله
صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. وعجل فرجهم وعجل فرجنا بهم يا أرحم الراحمين يا الله. يجب على المصلي المكلف أن يستر عورته في حال الصلاة، سواء كان هناك ناظر محترم مميز أم لم يوجد ناظر، حتى لو كان لوحده في حجرة مثلا ومقفل عليه الباب ومطفأ عليه النور في ظلمة، مع ذلك لابد ماذا؟ وأن يستر عورته في الصلاة. يمكن واحد يقول يعني في غير الصلاة، في غير الصلاة. خب إذا ما في أحد أنت بكيفك في الحجرة، ما في مشكلة، لا يجب عليك. لكن إذا موجود ناظر محترم، ناظر مميز، لابد ماذا؟ من التستر عنه. بعد ما يجوز ماذا؟ كشف العورة أمام الناظر المحترم. ما هي العورة بالنسبة إلى الرجل؟ وما هي بالنسبة إلى المرأة؟ بالنسبة إلى الرجل، القبل، الأنثيان، الدبر، هذه هي العورة، يجب عليه أن يسترها حال الصلاة. يقول يعني بس خلاص الأمر سهل هين. صحيح، لكن يعني ما ينبغي للإنسان ماذا؟ أنه يكتفي بهذا المقدار. العكس، أنه في الصلاة يكون بساتر، وهذا الساتر يكون نظيف، ويكون الإنسان يستر جسمه، يكون أحسن أفضل ملابسه الأبيض مع الطيب. وعينا كأنما إذا أراد مثلا أن يروح يذهب إلى زيارة مثلا شخص مثلا كبير المستوى وما شبه ذلك، ها، فلا يكون الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك، فيكون يتزيب أحسن ماذا؟ ملابسه. لكن احنا نقول المقدار الأقل الذي يكفي. الآن مثلا أحيانا الوقت متضيق، الوقت متضيق، يريد ماذا؟ يأخذ ملابس ويدرك الوقت، فما في مشكلة لو أنه ماذا؟ اكتفى بهذا اللباس الذي يستر عورته وإن كان جميع جسده مكشوف. فالآن صلى ولو أدرك من الوقت ركعة واحدة، أدرك ماذا؟ الوقت كله. فإذن هذا بالنسبة إلى المقدار الواجب، ما نتكلم عن المقدار المستحب. الآن أكو هناك مستحبات كثيرة وكذا، لكن الآن بالنسبة إلى المقدار الأقل، المقدار الذي يكفي، المقدار الواجب، هو فقط ماذا؟ القبول مع الأنثيان والدبر، هذا هو العورة بالنسبة إلى الرجل. بينما بالنسبة إلى المرأة كل جسمها ماذا؟ عورة. هنا يستثنى من المرأة، يعني هي يجب عليها أن تستر جميع بدنها، جميع البدن تستره المرأة باستثناء الوجه والكفين والقدمين. يقولون بعد الفقهاء خلها زيد شوية، زيد شوية بالنسبة إلى الكفين،
يكون اللباس يغطي شوية من الكفين حتى المقدار الواجب هي ماذا سترته بالنسبة إلى يعني الزيد على الزند على الزند شوية كذلك بالنسبة إلى الوجه شوية زيد كذلك بالنسبة إلى القدمين فهذا بالنسبة إلى الصلاة أنها في الصلاة تستر بدنها سوى الوجه والكفين والقدمين ظاهرهما وباطنهما. والطبيعي كما يذكر الفقهاء أيضا وهذه ما أدري هل المسألة هذه هل هو الناس جاهلينها أو تهاون في هذه المسألة أو غفلة وهو قضية ماذا؟ قضية القدمين. هل يجوز للمرأة كشف قدميها للناس؟ كشف القدمين لا أجد من الفقهاء لا أجد الفقهاء أنهم يجوزون كشف القدمين للأجنبي ولكن كثير من النساء هذه الفتاة تكشف قدميها أمام الناس وعلى الظاهر أنه يجب عليها ماذا يحرم عليها أن تكشف قدميها للناس إذا كان هذا أجنبي أجنبي عنها ففي هذه الحالة ماذا لا يسوغ لها أن تكشف قدميها بل حتى لو كانت في الصلاة وهناك أجنبي لابد أن تتستر تستر قدميها حتى في الحج يقولون حتى في الحج إذا راحت الحج أكو هناك أجانب أجانب فكذلك إذا أرادت الطواف بالبيت شرفه الله تعالى خلت تكون ماذا تستر قدميها عن الأجانب فعلى العموم هذه مسألة ربما كثير من النساء تجهلها وكذا نعم في الصلاة تستثنى صحيح لكن في غير الصلاة لا تستثنى ظاهرا وإنما لابد من ستر القدمين لابد من ستر وإن كان بالنسبة إلى قضية الوجه هناك خلاف هناك مثلا من عنده احتياط بستر الوجه وعدم كشفه وهناك من جوز لكن الكلام مو في الوجه الآن وإنما الكلام بالنسبة إلى القدمين فعلى الظاهر أن الفقهاء يرون ماذا ستر القدمين قدمي المرأة عن ماذا عن الناظر الأجنبي ما هي الشروط التي لابد وأن تتوافر في لباس المصلي أولا شرط الطهارة لباس المصلي لابد وأن يكون طاهرة هناك كثير من النجاسات فإذا تنجس لباس المصلي وهو يعلم أن هذا اللباس متنجس فصلى فيه صلاته باطلة سواء كان هذا اللباس ساترا بالفعل أو حتى الملابس الزائدة يعني الآن مثلا هو عنده ثوب هاي الثوب طاهرة لكن لبس عليها أيضا ماذا معطف لكن هذا المعطف الذي لبسه نجس هل يجوز أن يصلي بهذا المعطف النجس يقولون صلاته إذا صلى متعمدا صلاته باطلة غير صحيحة إذن يشترط طهارة لباس المصلي نعم هناك استثناءات
هناك بعض الأشياء يمكن الصلاة بها لوحدها يعبرون عنها تتم بها الصلاة، وهناك بعض الأمور لا تتم بها الصلاة، ما تستر العورة لوحدها، ما تقدر تصلي بها لوحدها. مثل الآن عندنا الجوراب أو القبعة مثلا، هذه الأشياء البسيطة، الأشياء الصغيرة التي لا تستر العورة لوحدها، يقولون هذه لا، إذا تنجست هذه إذا تنجست ما تضر في الصلاة. الآن لو تنجس الخاتم مثلا وصليت بهذا الخاتم النجس ماكو مشكلة، لأنه لا تتم الصلاة به لوحده. اتنجس مثلا سير الساعة لا تتم به الصلاة لوحده ماكو مشكلة. هالأمور الصغيرة التي لا تتم بها الصلاة لوحدها لو تنجست أي لا تشكل شيئا بالنسبة إلى الصلاة، ما في مشكلة تصلي بمثل هذه الأمور. وإنما الكلام في الأمور التي تتم بها الصلاة، الثوب مثلا تتم به الصلاة، زين المعطف أو القميص وما شابه ذلك، هاي الأمور يمكن أن يصلي بها لوحدها. فإذا الأمور التي يمكن أن يصلي بها لوحدها لو تنجست لا يعفى عنها في الصلاة، تكون الصلاة فيها إشكال، تكون الصلاة غير صحيحة. فإذا لابد من طهارة هذه الأمور التي تتم بها الصلاة. أمر آخر مستثنى أيضا، يستثنى دم الدم الأقل من الدرهم. إذا كان نجاسة بسيطة أقل من الدرهم، نقطة مثلا من الدم صارت على الثوب، الآن يريد يصلي، هل يجب عليه أن يطهر ثوبه عن الدم؟ لا، يقولون إذا كان من أجل تبسيط على الناس على العباد وكذا، تيسير أمورهم وكذا، فبالنسبة إلى هالمقدار البسيط الذي أقل من الدرهم فهو معفو عنه في الصلاة، يقدر يصلي حتى لو ثياب ماذا نجس بهذا المقدار أقل من الدرهم. لكن هذا مختص بماذا؟ بالدم. أما لو أصابته قطرة من البول على ثيابه التي تتم بها الصلاة يقدر يصلي؟ ما يقدر يصلي، لابد أن ماذا؟ يطهرها. المعفو هو ماذا؟ الدم، ومو أي دم بعد، دم الحيض، النفاس، الاستحاضة، هذا ما يصير، حتى الدم دم نجس العين، الميتة كذا، هذا ما يصير حتى لو كان أقل من الدرهم، الظهر ما يصير ماذا يصلي. لا، مثلا من دم الإنسان نفسه مثلا خرج منه شيء كذا، قطر على أصابته قطر على ثيابه بحيث أنه أقل من الدرهم، فهي ما في مشكلة لو صلى بهذه النجاسة بهذا الدم الذي هو أقل من الدرهم. زين الدرهم، إحنا نسمع الدرهم، الدرهم ما هو سعة الدرهم؟ سعة الدرهم على الظاهر أن هناك خلاف في سعة الدرهم، هل أنه مثلا بمقدار عقد السبابة أو أنه بمقدار عقد الإبهام، أو بعضهم بعد وسع المكان المرتفع، ما توضع يدك مثلا هذا المكان المرتفع كذا من اليد، من راحة اليد، فهناك خلاف. بس أنا ظهر الأكثر على أن مقدار الدرهم هو السبابة، وهذا في الاحتياط طبعا، هذا فهذا العقد من السبابة يقولون هذا سعة ماذا الدرهم. وين ذهب السيد السيستاني إلى ماذا؟ إلى عقد الإبهام،
أوسع يعني يصير شوية. فيقول يعني هذا المقدار المعفو عنه أن يكون ماذا أقل من سعة الدرهم. وإذا كانت مثلا مني نقطة مني نقطة مني نقطة أنت بحيث إذا جمعتها كامل ها أي قد يصير سعتها. إذا كان بعد أقل من الدرهم ما في مشكلة تقدر تصلي بهذا الثوب. أما إذا كان أزيد من الدرهم فلا تصح الصلاة به. فإذا يعفى عن الدم أقل من الدرهم. أيضا يعفى عن القروح والجروح. دم القروح والجروح واحد مثلا أصابه جرح أو كذا وهناك مشقة يعني يشترطون هذا القيد. كثير منهم يشترط هذا القيد أن هذا الدم إذا في تطهيره مشقة يحصل مشقة مشقة نوعية عند الناس أن مثل هذا تطهيره فيه مشقة. فإذا كان فيه مشقة يلزم منا المشقة فمعفو عنا أيضا هذا الدم. الدم القرح مثلا أو دم الجرح أصابه جرح فيخرج هذا الدم على بدنه على ملابسه فيكون هذا أيضا دم القروح والجروح. إذا يلزم منا إذا يلزم في تطهيره المشقة يكون أيضا ماذا معفو عنه. هذا هو الشرط الأول. شرط آخر من شروط لباس المصلي أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة. فإذا كانت ميتة يعرف يقينا أن هذا الجلد جلد ميتة يصير يصلي به يصلي بهذا الجلد جلد الميتة. يقولون إذا كان جلد ميتة وإحنا نعرف الميتة على أنها غير المذكات غير المذبوحة على الطريقة الإسلامية فهذا الجلد لا يصح الصلاة به. بل حتى الظاهر بعضهم حتى قضية الحمل ما يحمل جلد الميتة في ملابسه ما يحمل جلد الميتة في صلاته. ولذلك لو عنده محفظة مثلا محفظة حزام ما شابه ذلك إذا كان فعلا من الميتة. وإحنا قبل طبعا تكلمنا تارة الواحد متيقن أن هذا جلد ميتة هو إذا كان جلد ميتة بعد هذا ما يصلي بهذا الجلد لا تصح الصلاة بجلد الميتة. أجزاء الميتة التي تحلها الحياة لا تصح بها الصلاة. وذكرنا أن بعضهم ماذا حتى قضية الحمل يحمله معه في صلاته في ملابسه لا يحمله. فتارة يكون متيقن أن هذا جلد ميتة هنا لا تصح الصلاة به وتارة لا والله أنه أولا يشك هل هذا جلد طبيعي مو جلد طبيعي. وهي مرة المسألة أن هذا ما في مشكلة هذا يحكموا عليه طهارة بتصلب ما في مشكلة. كلامنا عن ماذا عن اللي أنت متأكد أن هذا جلد طبيعي مو جلد صناعي. وتقدم الكلام أيضا بالنسبة إذا كان الجلد إذا كان هذا الجلد ماذا مشكوك يعني مستورد مشكوك التذكية مستورد من البلدان الأجنبية مثلا أكو هناك مسلمين وغير مسلمين فيمكن أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية من قبل المسلمين وقد يكون مو مذبوح على الطريقة الإسلامية. فهنا في حالة شياك ذكرنا على أن الفقهاء اختلفوا في ذلك بالنسبة إلى قضية الطهارة والنجاسة. وبعضهم من قال بطهارته كالسيد السيستاني والسيد فضل الله رحمه الله تعالى فقالوا بالطهارة. وقالوا أيضا بماذا بأنه طاهر ويجوز ماذا يجوز الصلاة به أيضا
لأنه غير متيقن، مو متيقن أنه ميت، فهو ماذا؟ فهو طاهر ويجوز الصلاة به. نعم بالنسبة إلى الأكل الظاهر أنه يشترط إحراز التذكية في هالحالة، فلا يجوز إذا كان لحم لا يجوز أكله. فإذا بالنسبة إلى الطهارة، نعم منو قال تنجس؟ منو قال تنجس؟ منو قال نجس؟ في فرق بين الطهارة وبين النجاسة. الآن السيد السيستاني مثلا يقول لك ماذا؟ حتى الصلاة به يجوز. سيد فضل الله أيضا حتى الصلاة، هاي بالنسبة إلى المشكوك طبعا، نتكلم عن المشكوك. الميتة، الميتة لا، الميت الميتة نجسة إذا كانت متيقن أنه ميتة. طبعا إذا كانت يدك مبتلة، فيها بلل، فيها رطوبة، ولمست بها الحزام زين، فتنجست ماذا؟ تنجست يدك، ما يصير تصلي ويدك. كلامنا بالنسبة إلى المشكوك، أما إذا كان متيقن أنه ميتة نجاسة، فأنت إذا لمست هاي النجاسة برطوبة تنجست يدك، فلا بد أن تطهرها بالنسبة إلى الصلاة. فإذا صليت والحال هذا أنك لم تطهر يدك فصلاتك باطلة، ما تكون صحيحة. إيه كلامنا بالنسبة إلى المشكوك، أما بالنسبة إلى المتيقن لا. طبعا تفضل. أحسن صحيح، يجوز باعتبار ماذا؟ أن هناك هل يوجد مسلم، هل توجد ذبائح من قبل المسلمين أم لا توجد؟ يمكن أن توجد. أو ما شاء الله، فإذا كان هناك جماعة معتد بها من المسلمين يمكن أن يذبحون وكذا، فموجود مسلمين وموجود كافرين. فإذا كان موجود مسلمين وموجود كافرين، وإحنا نشك الآن في هذه الذبيحة، في هذا الجلد، في هذا الجلد نشك به. بالنسبة إلى الأكل قلنا لا ما يصير. أما بالنسبة إلى جواز الصلاة أو بالنسبة إلى قضية الطهارة والنجاسة، فهما يحكمان بأنه ماذا؟ طاهر ويجوز الصلاة به، طاهر ويجوز ماذا؟ الصلاة به. هذا السيد السيستاني والسيد فضل الله. أما بالنسبة إلى السيد الخوئي والسيد الخامنائي أيضا طاهر، يقولان بالطهارة أنه طاهر بالنسبة إلى المشكوك. أكرر، بالنسبة إلى ماذا؟ المشكوك للمتيقن. كذلك بالنسبة إلى الطهارة هو طاهر، لكن بالنسبة إلى الصلاة ما يصير ماذا؟ تصلي به عند السيد الخوئي، عند من؟ السيد الخامنائي. وعلى الظاهر السيد الإمام الخميني ولعل الشيخ محمد أمين زين الدين أيضا أنه ماذا؟ نجس، فبالتالي ما تقدر ماذا؟ تصلي به. وبالنسبة إلى الطهارة فهو نجس أيضا. هذا الشرط الآخر، الشرط الثاني، وهو أن يكون ماذا؟ من حيوان، أن يكون ماذا؟ أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة. زين، أيضا الشرط الثالث أن لا يكون من حيوان، من أجزاء حيوان غير مأكول اللحم، لأن الحيوانات بعضها مأكولة اللحم. ما هي الحيوانات مأكولة اللحم؟ عندنا البقر، عندنا ماذا؟ الأغنام، عندنا عندنا ما شاء الله من الحيوانات مأكولة اللحم، وعندنا حيوانات غير مأكولة اللحم. أنت لو صليت بأجزاء حيوان مأكول اللحم، شعر ماله، صوف ماله، جلد البقرة، جلد الغنمة، كذا، ما في مشكلة، لأنه ماذا؟ مأكول اللحم. المشكلة وينه؟ بالنسبة إلى غير مأكول اللحم، غير مأكول اللحم مثل أي حيوان. عندنا مثلا الأسد، والأسد تقدر على الجودة وتأخذ جلدة وتصلخه وتصلب، أخاف هو يصلب جلدك. صلوا على محمد وآل محمد.
عندنا قضية السباع مثلا، عندنا قضية حتى القطط مثلا، هذا القط القط غير مأكول اللحم، يأكلون لحم القط، القصاصي بتشوفهم يذبحون على الطريقة الإسلامية ويقطعونه ويأكلونه، لا طبعا غير مأكول اللحم، يجوز أكل اللحمة. فمثل هاي الحيوانات غير مأكولة اللحم يقول لك لا يصح ماذا أن يكون لباس المصلي منها، فإذا لباس المصلي يشترط فيه أن لا يكون من أجزاء غير مأكول اللحم. يقول لك بل حتى الشعر، شعر هذا الحيوان، وليكون القط مثلا، حتى شعر القط، احنا جبنا القط كمثال، مو بس القط، القط غير القط، هذا الحيوان اللي ما يأكلون لحمه، فهذا الحيوان غير مأكول اللحم، هل يجوز أن تصلي بشعره أو بأجزائه؟ لا طبعا لا يصح ماذا الصلاة. يمكن بعضهم يقول، وكثير منهم، حتى ولا شعرة واحدة، يعني لو أن شعرة من القط صارت لصقت في ملابسك هل تصح الصلاة بها؟ كثير من الفقهاء ما تصح الصلاة بها. وين أجاز السيد السيستاني؟ السيد السيستاني إذا شعرة واحدة ظهر ما يخالف تصلي بها، أما كثير من الفقهاء ولا شعرة واحدة تصلي بماذا؟ بهذه الأجزاء، أو إذا كانت من حيوان غير مأكول اللحم. فإذا يشترط ماذا؟ يشترط هذا اللباس أن لا يكون من أجزاء الحيوان غير مأكول اللحم. مما يشترط في لباس المصلي أيضا أن لا يكون من الذهب، هذا بالنسبة إلى الرجال، لا من الذهب ولا من الحرير، سلسلة من ذهب يصير يصلي بها؟ ما يصير يصلي بها. ساعة يلبسها، هذا الذهب الملبوس الظاهر أنه أيضا لا تصح الصلاة به، والله العالم. بل أن الذهب والحرير مو بس في الصلاة لا يجوز لبسه مطلقاً، في الصلاة وغير الصلاة، إذا كان ذهب يأخذ لي خاتم مثلاً ذهب ويلبسه، كلامنا عن الرجال مو عن النساء. فالرجل هل يجوز له أن يلبس الخاتم من الذهب مثلاً؟ لا ما يجوز لي، لا يلبس لا الخاتم ولا القلادة ولا هذا. المرأة تلبسه ما في مشكلة، بالعكس المرأة بالنسبة إلى الصلاة إذا تتزين تلبس الذهب وكذا ما في مشكلة، أما بالنسبة إلى الرجل فلا، يعني يحرم عليه لبس الذهب في غير في الصلاة وغير الصلاة، وكذلك بالنسبة إلى الحرير، فالرجل لا يجوز له لبس الحرير. نعم إذا كانت هناك استثناءات في صورة مثلا مضرة أو شيء كذا، هذاك استثناءات، هذاك أمر آخر. من شرائط لباس المصلي أيضا أن يكون مباحا، لا أن يكون مغصوبا. بس هني كما نظرت أن هذا المقدار فقط الساتر الفعلي، هذا الشرط للساتر الفعلي فقط، يعني لو عليه ملابس مغصوبة خلنا نفرض مثلا ثلاث أربع ثواب عليه، لكن الثوب الأول الساتر العورة مو مغصوب، هذا يقولون كثير من الفقهاء هذا يصير صلاة صحيحة، لأن المقدار الملبوس فعلا هو مباح، الزائد على الساتر غير مباح، الزائد على الساتر مو مشروط فيه الإباحة، فتكون صلاته صحيحة من ناحية الصلاة، أما من ناحية التصرف في المغصوب فهو ماذا؟ مأثوم، يصير عليه الإثم لأنه تصرف في المغصوب، ما يجوز له يتصرف في المغصوب، لكن من ناحية صلاته صحيحة، لأن المقدار الواجب أن يستره ستره بماذا؟ بالمباح،
الملابس المباحة كانت ساترة إلى العورة، أما لو كان الساتر مغصوبا، لو كان الساتر فعلا عنده ثوب واحد ومغصوب ولبسه أو ثوبين ولبسهم، ففي هذه الحالة تكون صلاة ماذا؟ باطلة. وهنا طبعا هالمسألة هي تجرنا إلى مسألة مهمة وهي قضية الخمس، لأن هناك سادة، هناك حق الله. فهذا الإنسان إذا وجب عليه الخمس في هذا الثوب، ثوب مثلا صار إليه سنة كاملة، طلع المعاش اشترى هذا الثوب مثلا وخلاه في الكبت سنة كاملة مثلا وما لبسه، هاي صار في ماذا؟ الخمس. فهو إذا ما أخرج الخمس، كم هي قيمة الثوب؟ 10 دنانير، 20 دينار، كم خمسها؟ 4 دنانير، طلع الخمس وصل فيها. أما لو أنه لم يخرج الخمس وصلى بها، فعلى الظاهر أن صلاته فيها ماذا؟ إذا كان عالما بذلك فصلاته الظاهر فيها إشكال، صلاته ظاهرا بما أنه تصرف في المغصوب فتكون صلاته فيها إشكال. ومن هوان الدنيا على الله، نعم، أن جند ابن سعد لعنه الله، نعم، يميلون على مخيمات آل الرسالة ليسلبوهم، لينهبوهم، ليغصبوهم ثياب وأمور أخرى، نعم، غصبوها منه. انتهى القوم إلى الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. فمن قائل لا تبقوا من أهل هذا البيت باقية، ومن قائل يقول لا حتى نستشير الأمير، فيأتي شمر بن ذي الجوشن لعنه الله ويجرد سيفه، يريد أن، نعم، يضرب به الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. تنبري له زينب صلوات الله وسلامه عليها، لا تقتلوه حتى تقتلوني قبله، تنقض على الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه على، نعم. وهل اكتفى القوم بذلك؟ كلا ثم كلا، حتى نادى ابن سعد لعنه الله: علي بمشعل من نار لأحرق بيوت الظالمين. يقول له أحدهم: أو ما كفاك قتل أبي عبد الله الإمام الحسين عليه السلام؟ أتريد أن تخسف بنا الأرض؟ قال: علي بمشعل من نار. أوتي بمشعل من نار، جعلها في المخيمات، فالتهبت النيران، التهبت المخيمات بالنيران، آه ومصيبة، فرت منات الرسالة صغارا وكبارا، الأولاد الأيتام الصغار لا يدرون إلى أين يتوجهون. زينب احتارت يوم شب بالخيم نار، طلعت يا هالحريم صغار وكبار تصرخ بعالي الصوت: طايح وين يا حسين؟ خدر انهتك وانت غياث المستغيثين، عجل ادركنا يا لايهيت كون النساوي، لما نسمع ظلت قال فوق لو عار، قال: هيا زي يا نب اليتايا ما لا تجيني، ولا تكثر يا عين من البواش تهيجيني،
وسلي سكنة لا يدايا وبهوانيني ولا تكثري عتبي ولا انجيني بلخ ما عاير لا تكثري عتبي وانا يا جثة بلا راس راسي قبالك والجسد بالخيل ينداس روح الشريعة بلشتت شوفين عباياس يقدر على النهضة ويسيل سيفه البتار صح دخيلك أبو فاضل صح دخيلك يا المقايا الطعب الشريعة ولن الندى يرد تراك فوفي قطيع للخيام رد بهاليتام يا الوديعة تدرون بي مقطعة يميني واليسار أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي يا الله.